والت ديزني نجم الحلقه الاولى من افلام الاطفال والانيميشن انه الانيميشن بتقدم حكايه وتسليه بصريه بتمنح المتعه والمعلومه لكل العالم. كثير معه حق، بس نحن كمان لنا حق نعرف شو هي هالمعلومه يا مستر ديزني. بهالحلقه رح نحكي عن الافلام يلي عم يشوفوها اولادنا حاليا، وطبعا رح نحكي عن الرسائل الاخلاقيه الاجتماعيه والتجاريه الموجوده فيها. رحب فيكم بحلقه جديده من برنامج 360 درجه. ما بقى انتاج الرسوم المتحركه وافلام الرسوم المتحركه حكر على والت ديزني، لانه في العديد من الاشخاص يلي اشتغلوا معه قرروا ينفصلوا عنه وياسسوا شركات خاصه فيهم، وهون ظهر شخصيات جديده بذكر منهم باكس باني ودافي داك. بعد الموجة الكرتونية اللي أطلقتها شركة ديزني، بدأ دخول شركات أخرى المنافسة الشريفة، فتم الاتفاق بين شركة ديزني ويونيفرسال على إنتاج سلسلة أفلام قصيرة من بطولة الأرنب أوزوالد، أوزوالد ذا لاكي رابت. وفيما بعد قدم وولتر لانت من يونيفرسال أيضاً الطائر وودي وود بيكر. كما أسندت شركة وورنر براذرز إلى عدة مخرجين مهمة إخراج أفلام رسوم متحركة قصيرة من بطولة باكس باني، دافي داك، ألمر فاد، وبوركي بيج. وأنجز نورمان مكلارن خلال هالفترة أفلام للرسوم المتحركة، حيث اشتهرت لاستخدامه أسلوب التلوين المباشر على لوحات الرسوم المتحركة وأفلام التحريك بنقاط الإضاءة الإلكترونية. وبأوائل الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي انفصل عدد كبير من فناني الرسوم المتحركة عن معامل تصوير ديزني، وكونوا تجمع يسمى اتحاد أصحاب الإنتاج الأمريكي بسبب خلاف نشأ بينهم وبين شركة ديزني، واللي اعتبروه عم تهضم حقوقهم المعنوية، وكل ما ينتج ويرسم كان يقوم ديزني بتوقيع اسمه عليه بغض النظر إذا كان هو صاحب الفكرة أو صاحب المال. He didn't like sharing the honors, you know, and he always had that his name went up, but he had some mighty fine talent, and he knew how to rely on the talent to get things done, and they did it, but they didn't get much credit for it. انفصلت فيما بعد مجموعة من فناني الرسوم المتحركة عن الاتحاد الأمريكي ليكونوا شركاتهم الخاصة. كان من بينهم جون هابلي وزوجته فيث، ونفذوا أعمال وسعت المحتوى الدرامي وأساليب التشخيص بأفلام الرسوم المتحركة، شمل أشهرهم مون بيرد، ويندي داي، وكوكو بودي. وبمنتصف خمسينيات القرن العشرين الميلادي بلشت التجارب لتنفيذ الرسوم المتحركة من خلال الكمبيوتر، ومن منتصف السبعينات ازداد الاعتماد على الكمبيوتر بتنفيذ أفلام الرسوم المتحركة الطويلة وإعلانات التلفزيون. أما بالثمانينات قام المخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ بعرض فيلمه الأول للرسوم المتحركة American Tail عام 1986. كما تعاون سبيلبرغ مع استديوهات والت ديزني بتنفيذ هو فريمد روجر رابت، أو من قام بتوريط الأرنب روجر، وهو فيلم نجح بجمع مغامرات الأفلام الروائية والرسوم المتحركة. وقد أدى الاعتماد على التقنيات الحديثة كتنفيذ الرسوم بالكمبيوتر بأواخر القرن العشرين الميلادي إلى تلاشي الحواجز القائمة بين الواقع الحي للفيلم الروائي والرسوم المتحركة. واحدة من أخطر القصص الموجودة بأفلام الأطفال هي التنميط أو الستيريوتايب. بالتنميط فيك توصل رسائل اجتماعية أخلاقية تحدد فيها شو الصح وشو الحلو، مثل ما أنت بتشوف الصح والحلو. مين قال انه مرت البي دايما شريره؟ ومين قال انه لازم البنت تكون مثل بياض الثلج او مثل سندريلا كرمال يجي الامير على حصانه الابيض ويخلصها من البرج العالي؟ ربينا على فكره انه الغول جاي لياكلنا، مع انه نظره العالم للغول وحتى للقصص الخياليه تغيرت من بعد ظهور فيلم شريك. لازم دايما يكون بخلفيه تفكيرنا البعد التجاري موجود، بس نحكي عن التنميط بالاضافه للبعد الاجتماعي والسياسي. كرمال هيك بدعيكم لتطبيق نظريه المتابعه المزدوجه. تابعوا شو عم بيشوفوا أولادكم حالياً من أفلام، وتابعوا هالفقرة.
مين من الأطفال ما بيحلم يروح على ديزني لاند يلعب مع الشخصيات المفروض إنها بالنسبة إلهم نطت من التلفزيون وإجت لتستقبل ضيوفها، ضيوفها الأعزاء اللي جايين يعملوا زيارة لهالعالم. طبعاً هالزيارة مش ببلاش. وصلنا لمرحلة ديزني فاتت على كل بيت من بيوتنا بماركات أو ألعاب أو عبر المحطة المدبلجة للغة العربية، حتى أصبحت هوس عند الكتار من الأولاد، ممكن هوس وممكن تقمص. Disney princesses are a favorite of many girls, right? Yeah! And when you come to Disney World, you're gonna want to feel like a princess, right? Yeah! ومثل ما حكينا بالحلقة السابقة إنه ديزني دايماً لا وبل من البداية عندها أجندة بتتضمن عناوين مختلفة. حكينا عن الجانب السياسي والعنصري من هالأجندة. اليوم بدنا نحكي عن الأجندة الاجتماعية التجارية ونوعاً ما العاطفية واللي بتحمل رسائل جنسية مبطنة. يمكن أكتر شيء منعمله إنه منروح مع أولادنا مننقي الأفلام أو الملابس أو الألعاب بدون ما نعرف أو نقرأ على خلفية الألعاب شو المواضيع أو الثقافة اللي عم تتروج، ويمكن ما عنا وقت لنقعد مع أولادنا، فصارت ديزني هي اللي عم تقوم برعاية الأطفال وعلى أمل ما تكون إجرة الرعاية أو الحضانة عقول أطفالنا. وضعنا على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة ديزني ورسائلها بالرسوم المتحركة. طلع معنا أكتر ما كنا متصورين، ولو إنه نحنا مدركين للموضوع، هناك من أهل الاختصاص من عم بتابع ويحلل ويشرح كل حركة وكل كلمة تنقال بالرسوم المتحركة. الأصوات اللي بتطلع ما مفروض كتير تعلى. واحد من مواضيع بحثنا اليوم هو الستيريوتايبينج أو التنميط. What kind of a dream? Can't tell. No. I'm Jane. With a smile and a song. وتحت هذا العنوان أيضاً هناك عدة مواضيع، أهمها نمط شكل الفتاة كيف لازم تكون وكيفية تعاملها مع الرجال والإيحاءات اللي اشتغلت عليها ديزني وشكل الرجل بالمقابل. These are not notions that necessarily Disney invented, but what they do with these notions is they caricature them, they wrap them up in this magic kingdom wrapper, and they sell them to children, and that's really the power of Disney. When they're young, they're trying to figure out what does it mean to be a woman? What do I look like if I'm a girl? What should I look like? And they'll focus on the most salient, dramatic images they can see. They don't necessarily think about, well, that doesn't look like the women I know in real life. They don't make those kinds of comparisons. They think about one slide at a time. This is how it looks here. Gee, that's interesting. Maybe I want to look like that. في ماركة ملابس أطفال اسمها ديزني، وتم إقحام الماركات وموضوع الاستغلال التجاري الرأسمالي حتى بأفلام الصغار. وبعد كل فيلم بينزل في موجة مبيعات بالعالم وموجة استغلال تجاري بتبلش بالأصلي وبتنتهي بالتقليد وبتفوت على مدرسة وغرفة كل ولد بيتأثر بهالشخصيات. هيدا بالظاهر، والتأثير بيبقى لفترة معينة، ولكن اللي ما عم نلاحظه وما منقدر نشوفه هو مدى تأثر أطفالنا بالشخصيات الكرتونية من الداخل. طبعاً نحن عنا تأثيرين دائماً، تأثير بالوعي وتأثير باللاوعي. باللاوعي هو مخزون يرتكز، بعد فترة بصير يطلع ويبين بسلوكياتنا. دائماً بالرسائل السياسية والعقائدية التأثير يكون باللاوعي، ولكن بالرسائل التربوية ممكن يكون التأثير مباشر، لأنه الطفل عادة بس يحضر شيء ممكن جملة يرددها، يصير هو لحاله يرددها مع إخواته مع أهله مع هيك، وبالتالي هذه الجملة ممكن يكون فيها رسالة كتير واضحة. كيف ما بنطلع بنشوف شخصيات عم تفرخ من هالميلة ومن هالميلة. مؤخرا في شخصية فرخت بسبب انه اسمها مايلي، عم بحكي عن مايلي سايرز او المعروفة بهانا مونتانا. كتار من الولاد اللي بعرفهم تعلقوا بهذه الشخصية، شخصية هانا مونتانا، وحبوا يقلدوها. بس ورا هانا مونتانا في مايلي سايرز، بنت طموحة ومستعدة تعمل أي شيء. بفترة قليلة عملت كل شيء. ونحن لازم نعمل أي شيء تنمنع تعلق أولادنا بهذه الشخصيات، لأنه أكيد منطقنا غير منطقة ونحن أكيد على غير ميلة.
ديستيني هوب سايرس أو مايلي راي سايرس. ولدت مايلي سايرس بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية تينيسي عام 1992. هي ابنة المغني بيلي راي سايرس. تميزت مايلي بطفولتها بالابتسامة البريئة اللي خليها تحمل لقب سمايلي، ومن هداك الوقت بلشوا أهلها وأصحابها ينادوها مايلي. بلش مشوار الفني من عمر 8 سنين، حيث شاركت بمسلسل دوك اللي قام بيا بتمثيل أحد الأدوار الرئيسية فيه، ومن بعدها حصلت على دور صغير بفيلم بيك فيش عام 2003، وظهرت بفيلم هاي سكول ميوزيكال 2. بالعام 2005 قامت مايلي بتجربة أداء للمسلسل الشهير هانا مونتانا من إنتاج شركة ديزني، واستمر المسلسل من 2006 حتى 2011. هذا المسلسل كان بوابة عبور إلى عالم الشهرة والمعجبين، وصارت هانا أميرة من أميرات ديزني وأيقونة للبنات والمراهقات حول العالم. بنت عم بتعيش حياة مزدوجة، بتروح على المدرسة بالنهار وبتحيي حفلات لامعة بالليل بمساعدة الشعر الأشقر المزيف. حقق مسلسل هانا مونتانا نسبة مشاهدة عالية على التلفزيون، اللي حول مايلي ابنة 13 سنة إلى نجمة بريئة ولطيفة موجودة بكل بيت من خلال ألعاب ودمى بتحمل اسمها. بعد وصولها الشخصية المثالية إلى القمة، كانت النهاية قريبة مع إصدار الفيلم اللي بيحمل اسمها، وهون بلش تحول مايلي سايرس من نجمة الأطفال إلى ظاهرة استفزازية وصاحبة أفعال غير أخلاقية. قامت مايلي بتحول جذري على صعيد المظهر والسلوك أيضاً، فكان التغيير الأول هو الشعر القصير والأشقر، وكان ردها على هذا الفعل إنها كانت مرتبطة بعقد عمل بيلزمها بالمحافظة على الشكل المطلوب لشخصية هانا مونتانا، ولكن هلأ هانا ما عادت موجودة. Why did you cut your hair off? I cut my hair mostly just because I was never in a kind of position where I was allowed to change it up. I was always in contracts where I had to look a certain way. So finally when I had that freedom, I did the extreme opposite. Is Hannah Montana gone forever? Gone forever. I'm sorry, folks. أما التغيير الثاني كان لتياب، اللي أصبحت قطع قماش بتغطي بعض أجزاء جسدها، فما كانت إلا فاضحة ومثيرة. هالتغييرات أدت إلى انتقادها بشدة باعتبار إنه اللي عم تعمله ما بليق ببدايتها، ولكن مايلي ما اهتمت واكتفت بالقول إنه هي هيك وما بهمها رأي النقاد، وهي عم تتصرف على طبيعتها. الأخطاء الفاتحة ما اقتصرت على اللي ذكرناه، فسلوكها على المسرح ما بليق بفتاة كانت بيوم من الأيام حلم كل المراهقات. فبأحد الحفلات الاستعراضية للفي أم أي رقصت مايلي بطريقة مبتذلة مع مجموعة من الدبب بتوحي وكأنها بريئة، ولكن هالبراءة اختفت لما تحول الاستعراض الفني إلى استعراض ملهى ليلة وتعري. وبحفل أم تي في لتسليم الجوائز أشعلت مايلي سيجارة ماريوانا على المسرح بعد تسلمها الجائزة. Did find this. So thank you guys very much. مايلي بلشت مع أولادنا على أساس هانا، وبالنهاية كشرت عن نيابة لتعلن وفاة هانا وولادة فتاة التحرر اللي ما بتستحي من شيء. يمكن الغربي ما رح يلاحظ هيدي الأمور اللي احنا عم نلاحظها، ولكن مقارنة مع قيمنا ومجتمعنا، وخاصة أنه نحن عم ندعو بهذا القرن 21 هلأ لعودة القيم، أكيد لازم نكون دقيقين جداً بكل المشاهد اللي عم تنحط وتنعرض. أنا وصغيرة كنت كتير أحضرها، كتير 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 كنت معلقة فيها، بس كان كل ما أحضرها كان أمي تقول إنه شو بدك فيها هيدا، إنه أحضري شي لعمرك، إلا إنه عادي، ما هي مثلها مثل غيرها يعني، هي كمان لعمرها. هي كانت كتير منيحة هانا، إنه شكلها كتير بريء هيك، بس هلأ 100% تغيرت وشكلها يعني بيطلع التلفزيون بالمرة مش منيح. وكان إنه أنا كل ما أشوفها كمان بتأثر بالحركات اللي هي كمان بتقوم بتعمل فيهم، فأنا كل مثلاً هي مثل بتحكي مع أمها أحكي أنا مع ماما، فهون بتقلي إنه انتبه على حالك، ما عادش تحضري، إنه شو بدك فيه هيدا، إلا أنا خلص إنه انسي معلش إنه عادي كتير بتسلى بس أحضري.
أنا مامتنا كانت مثلاً هي عم بتمثل أي سكتش، مثلاً كانت تظهر إنه هي ما بتحب إنها تكون مثلاً كذابة قدام العالم، ما بدها ترجع حقيقتها إنه هي عن جد هي هانا. فحسيت إنه هي مثل بدها توصل رسالة إنه ما تكذبوا، بس بنفس الوقت هي اللي كانت عم تكذب، مش نحن اللي ما لازم كنا نكذب. وهي كمان كان حركاتها مثل هيك إنه شوفان حال وكتير متكبرة، وإنه كانت تقول إنه العالم إنه كيف هي بدها تقعد مع الناس هي ما بتحبهم، هن بتحسن إنه هن شايفين حالها، مع إنه هي 100% هي اللي شايفة حالها عليهم. سنة 1958 وبالصدفة ابتكرت كلمة جديدة، هالكلمة صارت صفة واسم وفعل، عم بحكي عن كلمة السنافر. من قصص مصورة سنة 1958 لفيلم ببداية السبعينات لمسلسل تلفزيوني شهير بالثمانينات، اختراع بيو كان عم ياخد أشكال عديدة، إنما بقي محافظ على بيئته يلي وضعها فيها بيو. مؤخراً ظهر فيلم شال هالمخلوقات من بيئتها وحطها ببيئة ناطحات السحاب، عم بحكي عن فيلم The Smurfs، فيلم الأسبوع. Did anybody think that? Whoops. That's gonna leave a big blue bruise. Wonderful! Beautiful! Oh, marvelous! Oh, I'm Papa Smurf. I'm the head of a small group of blue people and live in the forest with 99 sons and one daughter. Nothing weird about that. No, no. Totally normal. Oh, and I'm Smurfette. And I think I'm so pretty. And I betray Gargamel and I don't even care. And everything is just sunshine and rainbows. But all of that is about to change. بال 99 صنفور نحن بنعرف انه نحن على المستوى الاسلامي عندنا اسماء الله الحسنى من 99، وجزء كبير منهم اسماء افعاليه. فاذا لاحظي حتى السنافر هم اشخاص افعاليين، يعني خلينا نقول قوي وغيره وغيره وغيره. هذا الموضوع يعني بنحط عليه استفهامات، ما بدنا نخوضه. So crazy. These are the only puppets I had. I am not obsessed with Smurfs, thank you. لما نجي نحن نصور بأنه هو حامل الصلبان ولابس ثياب راهب، خلينا نجي نقول وكأنه مزروع بفكرة الكاتب، بذهنية الكاتب اللي هو ما بنعرف نحن ثقافته 100%، أنه عم بصور الدين بشكل عام. يعني هو يمكن يكون أخذ شخصية راهب أو شخصية لنقول رجل دين إجمالاً، ولكن القط اللي عنده اسمه أزرائيل، أزرائيل هو بيخلق، حامل صلبان، في تسويق لفكرة بأنه أصحاب النفوذ الديني هن أصحاب سلطويين، أصحاب بدون يحكموا العالم، بدون يستغلوا هيدا الزي لأنه هن يحكموا. فإذا في تشويش للأصول أو للأصال الدينية الاعتقادية على حساب بعض الأفكار الاعتقادية العلمانية الموجودة بالفيلم. الفيلم علماني بحت. ارتباط السنافر بالقمر الأزرق، دائما التركيز على كلمة القدر، حتى أصل نشأة السنافر جابوا طائر اللقلق بتمه، ما بيعرف الولد منين إجا.
فكرة إنه بابا صنف شرشبيل بيخلق. So Gargamel said, I am making my own irresistible creation, the Smurfette, to infiltrate their village and betray the Smurfs. I was the one who created you. You do remember that, don't you, Bia? Can you be the only girl in the village? Well, see, I wasn't brought by a stork like the others. I was created by Gargamel to trap the other Smurfs. Wow, and then what happened? Papa saved me. He cast a special spell and then helped me become the Smurf I was meant to be. بالفيلم في كتير تصوير وتسويق وتأكيد بأنه سنفورة هي من خلقه، يعني مش شخص، مش ابتكرها، خلقها، يعني معبرين على كلمة creation يعني الخلق. بصوروا لك كيف سنفورة خلقت من الطين والنار، جبلها هو جارجميل، نزلها بالنار، طلعها، أعطاها الحياة. يعني منيح كنا نحن وصغار أنه نشوف أن الشعوذة عند جارجميل أو شرشبيل هي محصورة بالشر، ونحن بنفهم أنه الشعوذة هي سحر للخداع. بالفيلم مصورة لا، بأنه الشعوذة هي إخراج، أخرجوا السحر والشعوذة من مفهوم الأطفال القديم إلى أن يتعدى كونه خداعا، أخرجوه وحولوه إلى أنه هو قدرات تصل إلى مرحلة شو الخلق. هذا موضوع كتير خطير، أنه حتى هاكس اللي بالجزء الثاني هو سنفور، هو مش سنفور، هو مخلوق صغير خلقه شرشبيل ليحوله فيما بعد إلى سنفور. بأحد المشاهد بيوقع بالطين، فبصير يلعق الطين ويتلذذ فيه، بيستغربوا اللي حواليه انه هو متلذذ بالطين. يعني راحوا جابوا نفس فكرة نشوء الخلق البشري اللي هو من طين، وقاموا قلدوها ونسبوها الى شرشبيل. هيدي اساءات عقائدية للأديان الثلاثة. Great. You're gorgeous, Riel. You're a boy. You really need that smurf essence. And that is how our darling Smurfette came to be. Yeah! Oh, hi! Holy moly! Hi, Smurfette! Oh, I wish I had that hair. Oh, I wish I had that hair. Gutsy. Whoa, what a cake! Smurfette's gonna love this party! Hey, who smurfed a bite out of Smurfette's birthday cake? Not me! I don't know! Greedy! What? Why y'all looking at me? Destination is a true horror. A realm filled with the relentless, crushing quiet of peace, punctuated by the wretched cacophony of joyousness. This is horrible. What a nightmare. Yes, it completely ruined your sister. It's such a shame when a bad girl turns good. So true, but... It's such a shame when a bad girl turns good. So true, but... Do not be fooled by their cuteness! It's okay. They're friendly. You're lucky a lassie stepped in. I was about to make haggis with your innards. كان يعني عايشين حياتهم سعيدة، بس كل البس انتقلوا انه على السميرف الجديد، صار انه تغير يمكن شكلهم وحركاتهم، كان تحسين هيك مثل بيقولوا لطفاء، هلا تحسين هيك مثل
قاسين وأشرار وهيك هيك من السمرف هلا. وما في فرق كتير كبير، بس إنه السمرف القديم تحسي إنه هيك كان يعيشك مثل أجواء طفولة، بس السمرف الجديد هلا بتحس إنه مثلا مثل سوبرمان يوقفوا على البرندا وبصيروا يعملوا مثل هيك، مثل إنه بخلوا العالم مثل الأولاد، لا أخص الشيء الأولاد، بخلوا الأولاد مثلا مثل في حق واحد بيقربنا صغير كمان حضرون كمان، بس كان ينام ويفيق كان يطلع هيك يصير يصرخ ويوقف على جنب، إنه أمه بعدين وقفته إنه يحضر تلفزيون بطل معه شيء، بس كان يحضر سمارفي ومثل شو اسمه سوبرمان وسبايدر مان أثروا عليه كتير، وخاف إنه كيف مثلا في أشباح وفي هيك أشياء بتخوف يعني لصبيان، فهو كان كل ما يحضرون وينام يفيق يقعد بالزاوية ويصير يعيط هيك يقول لا ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عن الأشرار هيك، هو أصلا ما في شيء. Very reason we came to this cheese infested metropolis. The great Iron Spire. And from the most innovative conjurer the world has ever seen. Gargamania, the magical sensation that has captivated the nation from New York to Las Vegas, is now taking on the City of Light, Paris, France. Ow. From New York street performer to the new toast of Europe, the only magician ever to play the famed Paris Opera House. Stay tuned. بيقول شرشبيل انه لانه لم اذهب الى هذه المدينه المقرفه، لاحظوا بيعبر انه مقرفه، الا طبعا ليستخدم برج ايفل للحصول على الطاقه اللي هو محتاجها كساحر. فاذا وبيصوروا لنا انه المجتمع الباريسي هو مجتمع منبهر بالسحر ومنجرف وراء الساحل شرشبيل، وحاطين صوره باعلاناتهم وبكنزاتهم وبكل مكان. Oh, that's for you. You are not more popular than I am. Apparently, we must harness the power of the skies one final time. Precious elixir, my beyond all measurable. Glutes look great climbing up this rope. Crouchy, take. Look! I hate my life. Glutes. Oh, clumsy! Move it. نلاحظ انه اسم القط ازاريل او عزرائيل، واللي هو بالديانات الثلاثة ملك الموت، وهو ملك بالنهاية ومش شخص كريه. نحن عم نسعى جاهدا بانه نغير صورة عزرائيل امام الجيل، انه بالنهاية هذا شخص لازم نحترمه لانه هو ملك. Idiots. حكوا إنجليش، ما في أي عقبة لغوية، طيب ولا في إشارات، فإذا السنافر فايتين على مجتمع نيويورك بيعرفوا إنجليزي لأنها لغة العولمة. طيب خلينا نقول العولمة، بس ما السنافر ما كانوا مفتوحين على هذا العالم، يعني الأمريكي بده يسوق بأنه إذا كنت بدك تحكي بالفطرة وإذا كانت فطرتك سليمة رح تكون فطرتك إنجليزية. طبيعة مزعجة. أشخاص شريرين اللي هن شرشبيل بالفيلم،
وأوديل صاحبة الشركة هي مرة شريرة بتتعاون مع شرشبيل بأحد المشاهد. تصوري إنه بهول الاثنين مصورين إنه هول الأشخاص لكنتهم لاتينية مش إنجليزية بحت. للتدليل واضح جدا، للتدليل على أصالة اللغة، أن الخير متناسب مع الأمريكي الأصيل، بينما الأمريكي الدخيل هو متعلم اللغة هو شخص يحمل أفكار شريرة. Our heroic narrator steps back into his leading role to point out that when last we met, the entire village was busying itself with preparations for... Hey, what's with all the decorations? Happy birthday, Smurfette! Do you mind? I'm trying to bookend this. And so... Yo, let's kick it! As the music unceremoniously drowns out the nation... أصروا السنافر على عودتهم، ولكن تطبعوا حتى تربوياً، والله تطبعوا بموضوع الروك اند رول، يعني حتى حفلات السنافر صار فيها رأس روك اند رول. وبنشوف انه بالفيلم كان باتريك بده يريحهم شوي للسنافر بعد ما هو خلص شغله، فقام عمل ببيته حفلة روك اند رول، وانسجموا السنافر معاها ودمجوا بين اغنيتهم المعروفة للسنافر، دمجوا بين وبين الروك اند رول. لما رجعوا على خريطهم احتفلوا بالروك اند رول، حتى لبسوا العوينات تاع الشمس، استخدموا بعض الاشارات اللي فيها شيء من الثقافه اللي خلينا نسميها الغربيه. بعد ما هن ياخذوا شيء من مدينه نيويورك، من ابرز الامور اللي بياخذوها انه هن بيعمروا تمثال حريه سنفوري على شكل سنفوره. حتى بباريس لما يكونوا طايرين بالبجع بالجزء الثاني، كمان أحد السنافر بيشوف تمثال حرية وبيقول إنه هذا التمثال موجود في كل مكان في العالم، يعني وكأنه الأمريكان عم ينشروا ثقافتهم إنه أي تمثال الحرية إذا مش موجود لازم يكون موجود في كل مكان. شرشبيل بغرفة تبديل الملابس بالمسرح تاعه حاطط نجمة خماسية، لنفرض انه مرقت هيك ما في مشكلة، ولكن لما يعلق عليها احد السنافر اللي ماشيين على السياج بالمسرح فوق بيتمنى وبيقول لهم ذكروني لما ارجع على قريتي حط نجمة على باب بيتي، فاذا هو مقصود، يعني النجمة مش هيك مقصودة لانه بالسيناريو شو مرقت. هلأ أنا بصراحة راجعت شكل النجمة الموجودة على الباب وقارنتها بالنجوم، لقيت أنه ما يقارب بين 20 و30 دولة بالعالم أعلام عليها نجمة، ولكن النجمة الموجودة على باب شرشبيل هي نجمة بعد ما قارنتها لقيتها بتشبه وكتير مش شوي نجمة الموجودة على بدلات وعلى آليات سلاح الحرب الأمريكية، يعني الجيش الأمريكي يعتمد هي النجمة الخماسية. And two. Look, there's Gargamel's dressing room. Good eye, Vanity. Oh, please. He's got a star on his door. Let's go. Remind me to put a star on my mushroom when we get home. Time to smurf some magic. Let's see. There you are. Mimosa pot. Ah, yes. Tiger lily. To make her essence magical and blue. And lest this spell be all for naught, the final thing, one hopeful thought. شو محضركم فريق العمل بفقرة شو شايفين؟ This is where you plan to have our very first kiss. You haven't kissed yet? Carmen! Carmen! No, no, wait! I wouldn't want you to get cold feet, my darling. I am not your darling. See, what did I tell you, Carmen? No backbone. No walkie there! No walkie there! What's that walkie there? What's that walkie there? What's that walkie there? What's that walkie there? Hey! Hey! What's up? What's this? What's up? We're coming to Daddy Land. Oh, no, you aren't. You are here without your parents. This is kidnapping. Now go, shoo, shoo!
But we can't. Huh? We're fugitives. Fugitives. No. Fleeing Emperorland. No. No happy feet. What? No happy feet. What is it? We're rebels, huh? Seeking thrills and adventure. And tasty snacks. Oh, thank you. Whoa, that was a big one. I hate it when that happens. Hey, Will, is that you? Of course it's me. Can't you tell? No, not if we all look the same. I don't. Will, we are Krill. We are meant to look the same. Not me, Bill. There's only one of me in all the world. I am one in a krillion. Where are you going? I'm leaving! I want to be free, Bill! There's no such thing as free, Will! Come on, less thinking, more swarming. I'm sick of swarming. We've been swarming all our lives. Sometimes, Will, it's like you've got a mind of your own. Tell me, Bill, what lies beyond the swarm? More swarm. And then? Some more swarm. And then? Will, there's nothing but swarm. We are a swarm without end. Everything's got an end. See? I end here. That is not a happy ending. It stands to reason, Bill. If I swim against the swarm, I must eventually reach the end of the world. Yeah. Oh. What? What is it? It's incredible. Really? You've never seen this? This is green. Brothers and sisters, behold the power of Sven! I took a vow. I said, promises to use my powers only for goody. And I dedicate full time to the creation of a new Adeliland. Is there no end to the power of Sven? جربوا يلمعوا الترجمة بفيلم صغار توي ستوري، وبهالمشهد بتبين باربي حزينة على هروب حبيبة اللي كان محضر لها مكان جميل ياخدها عليه ليجربوا القبلة الأولى. باستغراب بيسألوها أصدقائها، ليش بعدكم لهلأ ما حضيتوا بقبلة؟ لازم يزرعوا بعقول الأطفال دايماً كيفية تعامل المرأة مع زوجها. بهالمشهد بطل فيها تجتاز بقعة المي إلا ما تدعس عليه. إذا بدنا نطلع من فشلنا اللي وقعنا فيه، لازم نهرب من العدالة ونصير متمردين. دايماً في دعوة للصغار والكبار لمخالفة الأعراف والتقاليد والتخلي عن العائلة. هالمرة كان دور سمكة كريل لإيصال رسالة للأطفال بأنه الحياة برات السرب حلوة، والإنسان بيعيش مرة واحدة، والحرية هي التفكير بنفسك، الأنانية والانسلاخ عن مجتمعك. إذا بدي أحكي على نطاق شخصي واستحضر طفولتي الكرتونية، بقدر أقول لكم إنه كانت كرتونية بامتياز، يعني رسوم متحركة لبعدين. بذكر ساسوكي، جراندايزر، جونجر، بيل وسيباستيان، زينة ونحول وغيرهم. حنيتوا للماضي؟ لا يجدر بي أن أعمل في مدن جديد. الأفضل أن أخذ الصحن الطائرة تيفو الذي كان إنسان الأرض أول من صنعه. ألاحظ أن الرادار يكشف جسماً على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق. قد يكون كابوتو في التيفو. حسناً اتبعه. أجل سيدي، هنا معهد علوم الفضاء، أتلتقطني تيفو؟ حول. هذا تيفو، حول. نقطة الهبوط شمال سكي 035 كيلو 15.7. أوه، هل ترى؟ يبدو كبيرا الآن. عظيم، سيكون حصانا جيدا. أين الوالد؟ هنا.
أوه. هو فوق مرة أخرى. أبي لماذا تساعد بيكي؟ أنك تختفي ثانية. أنا لا أختفي، أنا رئيس جماعة تحرض صداقة رجل الفضاء، يهمني أن أتابع اليوفو. أنت تحلو برجل الفضاء والصحون، الرجاء تنظيف المعلق. شيء عظيم طبعا، ولكنه لا يليق بي أبدا. أنا أكلت وشبعت وأشعر الآن بالنعاس، سأنام قليلا عن إذنكم. إلى اللقاء، طاب وقتكم، طاب وقتكم. الآن نام بأمان. أحلام طيبة، أحلام جميلة. نام بهدوء. أحلام جميلة لك أيضا يا أنيسة. تصبحين على خير أنيسة سالمة. أنت ولد طيب القلب يا نحول، أنت أذكى الأولاد في بلد النحل، أليس كذلك؟ نوما هنيئا، نوما هنيئا. زينة، زينة أين أنت؟ هنا يا أنيسة، هنا. زينة، ماذا تفعلين بالضبط؟ لا شيء يا أنسة سلمى، تعبت من النوم كل ليلة في نفس السرير. أحيانا أريد أن أرى أحلاما جديدة، لذلك أردت أن أغير مكان نومي. تصبحين على خير. أهرب يا بال، أهربوا. لقد حاصرنا المجرم، هذه لحظة اعتقال المجرم. راقب المفتش جالس في الأوقات الصعبة. احضروا جذوع الأشجار، إنها مسألة حياة أو موت. ادعموا السد، سأفتح الصمام. انتظروا، قصري تهدم، تهدم القصر. من حسن حظك القصر تهدم فقط، تصرفكم كاد يؤدي إلى عواقب أخطر. قد ما نحكي عن أفلام الأطفال بضل في كتير قصص لازم نحكي عنهم ونوعي منهم، لأنه هيدا هو واجبنا. بس بتصور قدمنا لكم الكافي، كمان أنتوا كمان تقوموا بالواجب، ومنعرف أنه أنتوا قد. بنهاية الحلقة بودعكم، وعلى أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة. بلكم دايما نشوفوا 360. تعرفوا شو هيدا؟